بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 37. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. من شبه الخرافيين الذين يرون التوسل بالأنبياء والإقسام بهم على الله أنهم يستدلون بهذه الآية: ولما جاءهم كتاب من عند الله صدقوا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. هذه الآيات في اليهود وبيان موقفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يختلف عن مواقفهم مع الأنبياء من قبله، وهي أنهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، فهم لا يتبعون إلا ما تهواه أنفسهم ولا يتبعون الحق الذي جاءت به الرسل. من ذلك ما أنزل الله فيهم في هذه الآية: ولما جاءهم كتاب من عند الله، هو القرآن، مصدق لما معهم، موافق لما معهم من التوراة التي بشرت بمحمد صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه أوصاف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندهم في التوراة. وكانوا يرجون بعثة هذا النبي الموصوف عندهم في التوراة، ويعيدون أنه إذا بعث فإنهم سيتبعونه. وكانت بينهم وبين الأوس والخزرج في المدينة، لأنهم كانوا يساكنون الأوس والخزرج في المدينة التي كانت من قبل تسمى يثرب، كانوا يساكنون الأوس والخزرج، وكان بينهم حروب بين الأوس والخزرج. تأتي بينهم فتن وحروب كطبيعة اليهود دائما وابدا. وكان الأوس والخزرج كفارا ومشركين في الجاهلية، وكانت اليهود أهل الكتاب، كان اليهود أهل الكتاب، فإذا حصلت بينهم وبين الأوس والخزرج حروب كانوا يهددون الأوس والخزرج بأنه سيبعث نبي في آخر الزمان
وأنهم سيقاتلونهم معه فينصرهم الله عليهم. يستفتحون على الذين كفروا، والاستفتاح معناه طلب النصر. كانوا يهددون الأوس والخزرج في أنه سيبعث نبي في آخر الزمان ويتبعونه فيقاتلون الأوس والخزرج فينتصرون عليهم، باب التهديد لهم. فصارت عند الأوس والخزرج، صارت عندهم معرفة لهذا النبي الموعود به الذي تخوفهم به اليهود. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم جاء الأوس والخزرج للحج كعادتهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض دعوته على القبائل في منى، والحجيج نازلون في منى، كان صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم ويتلو عليهم القرآن ويدعوهم إلى الله. فلما جاء على حي الأوس والخزرج في منى قرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله، قالوا إن هذا لهو الذي تهددكم به يهود فلا يسبقوكم إليه، فلا يسبقوكم إليه. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، بيعها الأولى ثم البيعة الثانية، وسبقوا إليه بالبيعة والمتابعة والنصرة. ولما هاجر إلى المدينة صاروا جندا له، وأما اليهود والعياذ بالله فإنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يعرفونه ويعرفون ما جاء به. والذي حملهم على ذلك الحسد، هم يريدون أن تكون النبوة دائما في بني إسرائيل، ولا يريدونها أن تكون في العرب. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو من بني إسماعيل حسدوه وكفروا به وهم يعلمون أنه رسول الله. فهذا معنى قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يعني في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يستفتحون على الذين كفروا من الأوس والخزرج، أي يستنصرون لأنه إذا بعث هذا النبي الموعود فسينضمون إليه يقاتل اليهود فينصرون عليهم. فلما جاءهم ما عرفوا وهو محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، لعنة الله عليهم لأنهم عرفوا الحق وجحدوه فنالوا اللعنة من الله، وهي الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. هذا هو تفسير الآية. لكن الخرافيون يقولون: لا، كانت اليهود تتوسل بالرسول في أن ينصرهم الله على أعدائهم. يستفتحون على الذين كفروا يعني يتوسلون بالنبي المبعوث. هذا تفسيرهم لهذه الآية، وهذا تفسير خطأ، والتفسير الصحيح هو ما سبق، ليس فيها توسل. والله ما قال يتوسلون، قال يستفتحون، والاستفتاح
هو الاستنصار، والاستنصار هذا معنى الآية الكريمة. فلا حجة فيها لهؤلاء الخرافيين الذين يرون التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فكانت اليهود تقول للمشركين سوف يبعث هذا النبي ونقاتلكم معه فنقتلكم، لم يكونوا يقسمون على الله بذاته ولا يسألون به بل يقولون. نعم، ما كانوا يتوسلون به، وإنما كانوا يهددون، كانوا يهددون الكفار لأنهم سيتبعون هذا النبي يقاتلونهم معه ينصرهم الله. نعم، لو اتبعوه لنصرهم الله. نعم. لم يكونوا يقسمون على الله بذاته ولا يسألون به بل يقولون اللهم ابعث هذا النبي الأمي لنتبعه ونقتل هؤلاء معه. هذا دعاهم، اللهم ابعث هذا النبي الأمي، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل لنقاتل معه. نعم. هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير وعليه يدل القرآن. هذا هو النقل الثابت في تفسير الآية عند أهل التفسير، وليس هو ما يزعمه الخرافيون من أنها تعني التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعليه يدل القرآن، فإنه قال تعالى وكانوا من قبل يستفتحون، والاستفتاح الاستنصار، وهو طلب الفتح والنصر. الاستفتاح هو الاستنصار، وهو طلب النصر والفتح، كما قال شعيب عليه السلام ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يعني انصرنا وأنت خير الفاتحين خير الناصرين. ونوح عليه السلام قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. افتح بيني وبينهم فتحا أي انصرني عليهم. نعم. فطلب الفتح والنصر به هو أن يبعث فيقاتلونهم معه فبهذا ينصرون. نعم، لا شك أنهم لو صدقوا في هذا لنصرهم الله. نعم. ليس هو بإقسامهم به وسؤالهم به، ليس هو التوسل به صلى الله عليه وسلم. نعم. إذ لو كان كذلك لكانوا إذا سألوا أو أقسموا به نصروا، ولم يكن الأمر كذلك. لو كان المقصود بالآية التوسل به صلى الله عليه وسلم فهم توسلوا ولم ينصروا، لم ينصروا، فدل على أن المقصود أنهم يعيدون ويهددون باتباعه والمقاتلة معه، ولم يصدقوا في ذلك. أما لو كان القصد التوسل لنصرهم الله لأنهم توسلوا به فلم ينفعوا. نعم. ليس هو بإقسامهم به وسؤالهم به، إذ لو كان الأمر كذلك لكانوا إذا سألوا أو أقسموا به نصروا، ولم يكن الأمر كذلك، بل لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نصر الله من آمن به وجاهد معه على من خالفه. وهذا واضح، أن الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه نصرهم الله وأظهرهم على أهل الأرض. فالاستفتاح به صلى الله عليه وسلم هو اتباعه والمقاتلة معه. نعم. وما ذكره بعض المفسرين، هذا معنى آخر وهو باطل، أن المراد به التوسل، المراد بالآية التوسل. نعم. وما ذكره بعض المفسرين من أنهم كانوا يقسمون به أو يسألون به، يعني يتوسلون به. نعم. فهو نقل شاذ مخالف به للنقول الكثيرة
المستفيضة المخالفة له. نعم. وقد ذكرنا طرفا من ذلك في والشاذ, والشاذ هو مخالفة الثقات, هو الراوي المخالف للثقات من الرواة, هذا شذوذ. نعم. وقد ذكرنا طرفا من ذلك في دلائل النبوة, وهو كتاب النبوات الذي يسمى كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية, وهو مطبوع ومحقق لكنه لم يعثر عليه كاملا. نعم. وفي كتاب الاستغاثة الكبير. نعم, كتاب الاستغاثة هذا مشهور عن الشيخ في الرد على الذين يستغيثون بالأموات والقبور, وله مختصر وهو الصغير مطبوع. نعم. وكتب السيرة ودلائل النبوة والتفسير. كتب السيرة كسيرة ابن إسحاق وابن هشام, ودلائل النبوة وهي الكتب التي تذكر دلائل نبوة محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومعجزاته, وهي كثيرة, منها دلائل النبوة البيهقي وكتاب ضخم دلائل النبوة للإمام البيهقي وهو مطبوع وكتاب ضخم. نعم. وكتب السيرة ودلائل النبوة والتفسير مشحونة بذلك. اي نعم. قال أبو العالية وغيره: كان اليهود إذا استنصروا بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب يقولون: اللهم بعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نغلب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدا, نعم, لو وفوا بما قالوا واتبعوا هذا الرسول نصرهم الله سبحانه وأعزهم, ولكنهم لما بعث كفروا به وهم يعرفون أنه رسول الله, استحقوا لعنة الله وغضبه. نعم. فلما بعث الله محمدا ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب, لأنهم يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل ولا تخرج عنهم, يريدون أن يحصروا فضل الله عز وجل. فضل الله يؤتيه من يشاء, يؤتيه من يشاء, وليس حصرا أو حكرا على قوم دون قوم أو شخص دون شخص, بل فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى, لا كما يشاءه اليهود أو غيرهم. نعم. كفروا به حسدا للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم, الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم, وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. نعم. فأنزل الله تعالى هذه الآيات, فلما جاءهم هذه الآيات ولما جاءهم كتاب من عند الله صدق لما معهم إلى آخر الآيات, فهذا من جملة ما ذكره الله في سورة البقرة من معائب اليهود وفضائحهم من أول السورة إلى هذه الآيات. نعم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين, ما وفوا بعهدهم. نعم. وروى محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن رجال من قومه قالوا: مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهداه ما كنا نسمع من رجال يهود, وكنا أهل شرك أصحاب أوثان, وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس عندنا, وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور, فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: قد تقارب زمان نبي يبعث الآن فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. كثيرا ما كنا نسمع ذلك منهم, فلما بعث الله محمدا رسولا من عند الله أجبناه حين دعانا إلى الله, وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم إليه,
فآمنا به وكفروا به، ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات التي في البقرة، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. نعم. ولم يذكر ابن أبي حاتم وغيره ممن جمع كلام مفسر السلف إلا هذا، إلا هذا القول، فدل على أن تفسير الآية بما قاله هؤلاء أنه توسل بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه تفسير باطل. نعم. وهذا لم يذكر فيه السؤال به عن أحد من السلف، بل ذكروا الأخبار به، بل ذكروا الإخبار به أو سؤال الله أن يبعثه، أو سؤال الله أن يبعثه، أن اليهود كانت تخبر به، أو أنها تدعو الله أن يبعثه ليتبعوه. نعم. فروى ابن أبي حاتم عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال يستظهرون، يقولون نحن نعين محمدا عليهم، وليسوا كذلك، يكذبون. وروى عن معمر عن قتادة في قوله تعالى كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال كانوا يقولون إنه سيأتي نبي، فلما جاءهم وعرفوا كفروا به. وروى بإسناده عن ابن إسحاق قال حدثنا محمد، وروى بإسناده عن ابن إسحاق قال حدثنا محمد بن إسحاق، ممنوع من الصرف. نعم. بإسناده عن ابن إسحاق قال حدثنا محمد بن أبي محمد قال أخبرني عكرمة أو سعيد بن جبير أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء ابن معرور وداود ابن سلمة يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك، وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته، فقال سلام ابن مشكم، سلام سلام، فقال سلام ابن مشكم، هذا من علماء اليهود وزعمائهم. نعم. أخو بني النضير، ما جاءنا بشيء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكر لكم؟ أنكر، والعياذ بالله، أنكره. نعم. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. نعم. وروى بإسناده عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب، يقولون اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم، فلما بعث الله محمدا ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب، وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وأما الحديث الذي يروى على هذه أقوال السلف في تفسير هذه الآية، وأنها ليست في التوسل، وإنما هي في إخبار اليهود عن بعثة نبي وأنهم سيتبعونه وينتصرون على الكفار، وذكر مع أيضا قولا ثالثا في تفسير الآية مكذوب، أيضا مكذوب، وهو أن يهود خيبر كان بينهم وبين قبيلة غطفان قتال، وأن يهود خيبر كانوا يستنصرون
في بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على غطفان، وهذا كذب، لأن اليهود لم يقاتلوا غطفان، ولا عرف هذا في التاريخ، ولا أهل خيبر قاتلوا، وإنما هي في يهود المدينة. نعم. وأما الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة، وعبد الملك بن هارون هذا كذاب. نعم. عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت يهود خيبر تقاتل غطفان، فلما التقوا هزمت يهود، فعاذت بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم. فكانوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به، فأنزل الله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه وقال: أدت الضرورة إلى إخراجه. الحاكم استنكره وقال: إنما رويته من أجل الضرورة. نعم. وقال: أدت الضرورة إلى إخراجه، وهذا مما أنكره عليه العلماء. نعم. فإن عبد الملك ابن هارون من أضعف الناس، وهو عند أهل العلم بالرجال متروك بل كذاب. نعم. وقد تقدم ما ذكره يحيى ابن معين وغيره من الأئمة في حقه، قلت: وهذا الحديث من جملتها، وكذلك الحديث الآخر الذي يرويه عن أبي بكر كما تقدم. نعم. ومما يبين ذلك أن قوله سبحانه وتعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، مما يبين أن المقصود ما سبق، إن أن اليهود كانوا يهددون الأوس والخزرج، أنه إذا بعث الرسول في آخر الزمان يتبعونه ويقاتلون معه الأوس والخزرج ينتصرون عليهم. هذا هو المعنى الحق في هذه الآية. نعم. ومما يبين ذلك أن قوله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، إنما نزلت باتفاق أهل التفسير والسير في اليهود المجاورين للمدينة أولا، كبني قينقاع وقريظة والنظير، وهم لأن اليهود الذين كانوا في المدينة تكونون من هذه الفرق الثلاث: بنو قينقاع وبنو النظير وبنو قريظة. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عاهدوه، أبوا أن يتبعوه وعاهدوه، أجرى معهم صلى الله عليه وسلم العهد، فنقضوا العهد نصره الله عليهم وأجلاهم من المدينة. بنو أول من خان بنو قينقاع بعد بدر، ثم بنو النظير الذين أنزل الله فيهم أول سورة الحشر، والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر: ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. هذه في بني النظير، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبنو قريظة خانوا في غزوة الأحزاب، وانضموا إلى الكفار ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديارهم حول المدينة وحاصرهم، وأنزلهم الله بالذل والهوان، ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم. وبهذا انتهى تاريخ اليهود في المدينة. نعم. إنما نزلت باتفاق أهل التفسير والسير في اليهود المجاورين للمدينة أولا، كبني قينقاع وقريظة والنظير، وهم الذين كانوا يحالفون الأوس والخزرج، وهم الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، ثم لما نقضوا العهد حاربهم، فحارب أولاً بني قينقاع
ثم النضير، وفيهم نزلت سورة الحشر، ثم قريضة عام الخندق. فكيف يقال نزلت في يهود خيبر وغطفان؟ فإن هذا من كذاب جاهل لم يحسن كيف يكذب. نعم، ما نزلت في اليهود في خيبر وقتالهم مع غطفان، إنما نزلت في يهود المدينة وقتالهم مع الأوس والخزرج، هذا هو النقل الصحيح. نعم. ومما يبين ذلك أنه ذكر فيه انتصار اليهود على غطفان لما دعوا بهذا الدعاء. مما يبين الكذب أنه ذكر أن اليهود انتصروا على غطفان، ولم يذكر أن اليهود انتصروا على العرب أبدا في الجاهلية، ولا ينتصرون إلى آخر الزمان، لا ينتصر اليهود، لأن الله ضرب عليهم الذلة والمسكنة، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فهم في ذاتهم أذلهم الله، ولا يمكن أن ينتصروا أبدا إلا إذا ساعدهم قضاء الله وقدره، وساعدهم أيضا من يساعدهم من الدول، وكما تشاهدون الآن لولا أن الدول الكافرة خصوصا أمريكا تساندهم لما بقيت لهم باقية، لأنهم لا يقومون بأنفسهم أبدا، إنما يعتمدون على غيرهم. نعم. والله جل وعلا قال لعيسى بن مريم عليه السلام: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. الذين اتبعوا عيسى فوق الذين كفروا به وهم اليهود إلى يوم القيامة، فهم أذلة ولله الحمد. نعم. في كل زمان ومكان. نعم. ومما يبين ذلك أنه ذكر فيه انتصار اليهود على غطفان لما دعوا بهذا الدعاء، وهذا مما لم ينقله أحد غير هذا الكذاب. ولو كان هذا مما وقع لكان مما تتوفر دواعي الصادقين على نقله. لم ينقله إلا هذا الكذاب عبد الملك بن هارون، ولو كان هذا صحيحا لسبقه إليه الرواة الثقات، فلماذا انفرد هو بهذا دونهم؟ نعم. ومما ينبغي أن يعلم أن مثل هذا اللفظ لو كان مما يقتضي السؤال به والإقسام به على الله تعالى لم يكن مثل هذا مما يجوز أن يعتمد عليه في الأحكام، لأنه أولا لم يثبت. فرواية عبد الملك بن هارون هذه لا يعتمد عليها لأمرين: الأمر الأول أنها لم تثبت ولله الحمد، فهي كذب. الأمر الثاني أنه لو ثبت هذا فشرع من قبلنا ليس شرعا لنا، نحن نهينا عن هذا. نعم. لأنه أولا لم يثبت وليس في الآية ما يدل عليه، ولو ثبت لم يلزم أن يكون هذا شرعا لنا. أي نعم، لأن شرع من قبلنا إما أن يأتي شرعنا بإبطاله فهو باطل، وإما أن يأتي شرعنا بتصديقه فهو حق، وإما أن لا يأتي شرعنا لا بتصديقه ولا بتكذيبه فهذا يتوقف فيه، هذا يتوقف فيه، ونحن نهينا عن التوسل بالمخلوقين. لو ثبت أن اليهود يتوسلون بالرسول فنحن نهينا عن التوسل بالمخلوقين، كما أن إخوة يوسف وأبويه سجدوا له، ونحن منهيون عن السجود للمخلوق. شرع من قبلنا ليس شرعا لنا في مثل هذا، جاء شرعنا بالنهي عن ذلك، عن السجود للمخلوق. أراد من أراد أن يسجد للرسول صلى الله عليه وسلم فمنعه من ذلك. نعم. ولو ثبت لم يلزم أن يكون هذا شرعا لنا،
فإن الله تعالى قد أخبر عن سجود إخوة يوسف وأبويه وأخبر هذا من شريعتهم، وقد نهانا الله عن السجود للمخلوق، في شريعتهم هذا جائز، وهو ليس سجود عبادة، فهو سجود عبادة وإنما هو سجود تحية، ونحن نهينا عن أن نحيي أحدا بالسجود أو بالركوع والانحناء، وإنما بالمصافحة والسلام، لفظ السلام أو المعانقة، هذا الذي شرع لنا. أما أن نحيي بالانحناء أو بالسجود فهذا منعنا منه، وإن كان هذا جائزا في شرع من قبلنا. نعم. وأخبر عن الذين غلبوا على أهل الكهف أنهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. نعم، وأخبر أن الذين غلبوا على أهل الكهف وهم الفتية الذين آمنوا بربهم، وقصتهم مذكورة في سورة الكهف، لما عثروا عليهم أمواتا في كهفهم تنازعوا ماذا يعملون فيهم، فقال بعضهم ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، يعني سدوا عليهم الغار واتركوهم. وقال الذين غلبوا على أمرهم، غلبوا على أمر أهل الكهف بالقوة لا بالشرع وإنما بالقوة، غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فهم بنوا المسجد على القبور، وقد نهينا عن بناء المساجد على القبور بالنصوص الصحيحة. نعم. وأخبر عن الذين غلبوا على أهل الكهف أنهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا ونحن قد نهينا عن بناء المساجد على القبور. نعم. ولفظ الآية إنما فيه أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وهذا كقوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. كانوا من قبل يستفتحون، الآية ليس فيها كانوا يتوسلون، يستفتحون، والاستفتاح في القرآن معناه طلب النصر، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إن تستفتحوا، هذا خطاب للكفار، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي النصر، نصر المسلمين عليكم، وإن تنتهوا فهو خير لكم. وكما سبق أن نوح عليه السلام قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا، يعني انصرني عليهم، قال ربي انصرني على القوم المفسدين. فالفتح في القرآن ليس هو التوسل وإنما هو طلب النصر، وهذا الذي كانت تفعله اليهود مع الأوس والخزرج في الجاهلية. نعم، يطلبون النصر عليهم. نعم. وهذا كقوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، والاستفتاح طلب الفتح وهو النصر. ومنه الحديث الماثور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بصعاليك المهاجرين، أي يستفتح يعني يستنصر، كان صلى الله عليه وسلم يستنصر، يعني يستفتح يعني يستنصر بالفقراء، بالفقراء من المسلمين، أن الله يرحمهم ويرحم من معهم برحمتهم، يرحم من معهم برحمة الضعفاء والمساكين. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بصعاليك المهاجرين، قال إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. نعم. يستفتح بصعاليك المهاجرين أي يستنصر بهم، أي بدعائهم. نعم. كما قال وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم، فهم أقرب إلى الإجابة، الضعفاء إذا دعوا الله فهم أقرب إلى الإجابة لضعفهم. نعم. ونزول الرحمة عليهم من الله. نعم. وهذا قد يكون بأن يطلبوا من الله تعالى أن ينصرهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان، بأن يعجل بعث ذلك النبي، وهذا
هذا يعني عطف على اليهود. نعم. وهذا وهذا قد يكون بأن يطلبوا من الله تعالى، يطلبوا يعني اليهود يستفتحون يعني يطلبون. نعم. بأن يطلبوا من الله تعالى أن ينصرهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان، بأن يعجل بعث ذلك النبي إليهم لينتصروا به عليهم، لا لأنهم أقسموا على الله وسألوه به. نعم. ولهذا قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فلو لم ترد الآثار التي تدل على أن هذا معنى الآية لم يجوز لأحد أن يحمل الآية على ذلك المعنى المتنازع فيه بلا دليل، لأنه لا دلالة فيه عليه، فكيف وقد جاءت الآثار بذلك؟ الآثار الصحيحة تبين أن المراد يستفتحون يعني يستنصرون وليس يتوسلون. نعم. وأما ما تقدم ذكره عن اليهود من أنهم كانوا ينصرون فقد بينا أنه شاذ. نعم. أنهم كانوا ينصرون على غطفان، هذا رواية شاذة مخالفة للنقول الصحيحة، لا عبرة بها، ولا ذكر أن اليهود قاتلوا غطفان أبدا. نعم. وأما ما تقدم ذكره عن اليهود من أنهم كانوا ينصرون فقد بينا أنه شاذ وليس هو من الآثار المعروفة في هذا الباب، فإن اليهود لم يعرف أنها غلبت العرب بل كانوا مغلوبين معهم وكانوا يحاربون. ما كان اليهود يغلبون وحدهم، إنما إذا ساعدهم غيرهم، وأما هم وحدهم فلا يمكن أن يغلبوا أحدا، لأن الله ضرب عليهم الذلة والمسكنة إلا بحبل من الله وحبل من الناس. نعم. فإن اليهود لم يعرف أنها غلبت العرب بل كانوا مغلوبين معهم وكانوا يحالفون العرب، فيحالف كل فريق فريقا، كما كانت قريظة حلفاء الأوس وكانت النضير حلفاء الخزرج. كانت اليهود منبثة في جزيرة العرب، كانت منبثة في جزيرة العرب في المدينة وفي خيبر وفي فدك وفي وفي حول بلاد طي، حول بلاد طي كانوا موجودة يعني مساكنهم، ما ذكر في التاريخ أنهم انتصروا على العرب، بل كانوا يحالفون العرب الذين حولهم، كل فرقة من اليهود تحالف من حولها من القبائل. نعم. وأما كون اليهود كانوا ينتصرون على العرب فهذا لا يعرف. نعم. بل المعروف خلافه. نعم. والله تعالى قد أخبر بما يدل على ذلك، فقال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، في أي مكان، ومن ذلك من كانوا في جزيرة العرب فهم أذلة دائما وأبدا، إلا أن يتخذوا عهدا مع القبائل تساندهم وتدافع عنهم. نعم. وأما كون اليهود كانوا ينتصرون على العرب فهذا لا يعرف، بل المعروف خلافه، والله تعالى قد أخبر بما يدل على ذلك، فقال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. نعم. فالله ضرب عليهم الذلة والمسكنة إلا أن يكون أن يستندوا إلى غيرهم، وهذا لا يدوم، الاستناد إلى غيرهم لا يدوم، فهم أذلة، هم أذلة دائما وأبدا. وضرب الله عليهم المسكنة والاحتياج إلى غيرهم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، عاقبهم الله سبحانه وتعالى. وجودهم الآن في فلسطين
هذا لم يكن إلا بمساندة الدول، هي التي جاءت بهم وركزتهم، وهي التي تدافع عنهم وتمدهم بالسلاح، خصوصا أمريكا. فلو أن الدول تخلت عنهم لم تبقى لهم باقية، ولهذا يقاتلهم المسلمون في آخر الزمان فينصرهم الله عليهم حينما يتخلى عنهم حلفاؤهم وأعوانهم. نعم. فاليهود من حيث ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس لم يكونوا بمجردهم ينتصرون. بمجردهم، يعني لو لم يساعدهم أحد من الناس لم انتصروا أبدا. نعم. لم يكونوا بمجردهم ينتصرون لا على العرب ولا غيرهم. نعم. وإنما كانوا يقاتلون مع حلفائهم قبل الإسلام، والذلة ضربت عليهم من حين بعث المسيح عليه السلام فكذبوه. قال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. إذ قال الله يا عيسى، أدري كيف انحذف أول الآية. نعم. قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. واليهود أذلة تحت أتباع المسيح وتحت المؤمنين دائما وأبدا إلى يوم القيامة. ولما قال عيسى عليه الصلاة والسلام: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. نعم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله. والحواريون أتباع المسيح، الحواريون هم الأتباع، أتباع المسيح الذين آمنوا به. نعم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. نعم. وكانوا قد قتلوا يحيى ابن زكريا وغيره من الأنبياء. كان اليهود قد قتلوا يحيى ابن زكريا عليهما السلام وقتلوا غيره من الأنبياء، والله ذكر ذلك عنهم: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. نعم. وكانوا قد قتلوا يحيى بن زكريا وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة. حاولوا قتل المسيح فرفعه الله، حاولوا قتل المسيح عليه السلام فرفعه الله، وحاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة فأخزاهم الله وأذلهم ونصر رسوله عليهم. نعم. قال تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. في سورة البقرة يقتلون النبيين، وفي سورة آل عمران ويقتلون الأنبياء، والمعنى واحد. نعم. فإذا لم يكن الصحابة كعمر بن الخطاب وغيره في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته يقسمون بذاته. إذا كان الصحابة في حياة الرسول وبعد موته ما كانوا يقسمون بذات الرسول على الله ويقولون: نسألك بمحمد. أبدا ما جاء هذا عنهم، أنهم يقولون: نسألك بمحمد. وإنما الذي جاء أنهم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يدعو لهم في حياته صلى الله عليه وسلم، وبعد مماته عدلوا إلى العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، ما كانوا يتوسلون بذوات
بذات الرسول صلى الله عليه وسلم أو بذات أحد من قرابته عليه الصلاة والسلام. نعم. فإذا لم يكن الصحابة كعمر بن الخطاب وغيره في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته يقسمون بذاته، بل إنما كانوا يتوسلون بطاعته أو بشفاعته، فكيف يقال؟ والمراد بالشفاعة الدعاء، أنهم يطلبون منه الدعاء، والدعاء شفاعة، الدعاء للغير شفاعة له. فأنت إذا دعوت لأخيك أو صليت على الجنازة ودعوت لها فقد شفعت فيها، الدعاء شفاعة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. بل إنما كانوا يتوسلون بطاعته أو بشفاعته، فكيف يقال في دعاء المخلوقين الغائبين والموتى وسؤالهم من الأنبياء والملائكة وغيرهم؟ وقد قال تعالى: لا يجوز دعاء الغائبين ولو كانوا أحياء. الغائبين اللي ما يسمعون من طلب منهم، أو الأموات، لا يجوز طلب الدعاء من الغائبين ولا من الأموات، إنما يطلب الدعاء من الحي الحاضر، الحي الحاضر الذي يسمعك ويدعو لك. نعم. وقد قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نعم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي أن الذي تدعونهم من الملائكة وعيسى وأمه والعزير، هم يدعون الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم فقراء إلى الله يحتاجون إليه، فكيف يدعون مع الله سبحانه وتعالى؟ وكيف يطلب منهم شيء وهم يدعون الله؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يرجون رحمته ويخافون عذابه، دل على أنهم عباد فقراء يحتاجون إلى الله، فكيف يطلب منهم ما يطلب من الله عز وجل؟ هذا استنكار من الله جل وعلا لهؤلاء الذين يتوسلون بالمخلوقين، يعني بذواتهم، نعم، أو بحقهم أو بجاههم. نعم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الطائفة من السلف: كان أقوام، تقدم تفسير الآية والشيخ أعادها مرة ثانية ليقرر المسألة. نعم. قال الطائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالمسيح وعزير وغيرهما، فنهى الله عن ذلك، وأخبر تعالى أن هؤلاء يرجون رحمة الله ويخافون، أن هؤلاء الذين تدعونهم هم محتاجون إلى الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القرب بالطاعة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم عباد، نعم، لا يملكون شيئا. نعم. وأخبر تعالى أن هؤلاء يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ويتقربون إليه، وأنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله عنهم. نعم. وقد قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهذه هاتان الآيتان تقدم الكلام عليهما لأنهما فيهما الرد على الذين يعبدون المسيح عليه السلام من النصارى، الذين يعبدون المسيح من النصارى الذين يقولون المسيح ابن الله أو ثالث ثلاثة، أو المسيح الله هو المسيح ابن مريم، تعالى الله عما يقولون، أن الله أنكر عليهم، قال إن المسيح بشر، المسيح بشر ليس ابنا لله عز وجل، وإذا كان المسيح بشرا فما يكون لبشر أيا كان أن يأمر الناس بهذا، وإنما يأمرهم بعبادة الله
وحده لا شريك له، المسيح وغيره، يأمرون بعبادة الله عز وجل. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا ما قاله المسيح عليه السلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فهذا هو الذي أمر به المسيح. ولا يتصور أبداً أن المسيح يأمر الناس أن يعبدوه أو أن يجعلوه ابناً لله عز وجل. لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً. فالله جل وعلا هو المستحق للعبادة، ولا أحد يستحق العبادة مهما بلغ من الفضل والمكانة، لا يستحق العبادة. العبد لا يعبد، والبشر لا يعبد، ولا يليق بالبشر أن يقول للناس اعبدوني من دون الله أبداً. نعم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ لا يأمركم، فيقول كونوا عباداً لي من دون الله، لا يأمركم بعبادة نفسه ولا يأمركم بعبادة غيره من الملائكة والنبيين. هذا لا يقع من نبي، بل لا يقع من عالم محقق أو عبد لله يخاف الله، فضلاً عن الأنبياء وغيرهم. نعم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجداً. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الخلق، أفضل الخلق على الإطلاق، ومع هذا نهى أن يتخذ قبره مسجداً، يعني يصلى عنده، صلى عند قبره، كما أنه نهى أن يصلى عند القبور عموماً، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك، مع أن المصلي إنما يصلي لله، ولكن المكان ليس مكاناً للصلاة، لأنه وسيلة إلى الشرك. فإن قلت: أليس الآن قبر الرسول في مسجده؟ نقول: لا، قبر الرسول ليس في مسجده، قبر الرسول في بيته وحجرته عليه الصلاة والسلام. وإنما الناس يصلون في المسجد، في مسجد الرسول، يصلون في مسجد الرسول، والقبر معزول عن المسجد، قبل دخوله في المسجد وبعد دخوله في المسجد معزول، ولا يراه أحد ولا يصل إليه أحد. نعم. أحاطه بثلاثة الجدران. نعم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجداً وأن يتخذ عيداً. عيداً يعني يجتمع عنده ويجلس عنده، يعتاد هذا، عيد مكاني أو عيد زماني. نعم. وقال في مرض موته: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. أخرجاه في الصحيحين. وكونه لعن اليهود والنصارى، ما الحكمة في ذلك في هذه الحالة؟ أنه يحذر أمته أن تفعل مثل ما فعلت اليهود والنصارى عند قبور أنبيائهم. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكنه خشي أن يتخذ مسجدا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله. الوثن كل ما عبد من دون الله فهو وثن، وهو أعم من الصنم. الصنم ما عبد وهو على صورة حيوان، والوثن ما عبد من دون الله، سواء كان شجرة أو قبرا أو صورة أو غير ذلك، فالوثن أعم. ودل هذا على أن من دل هذا على أن من دعا القبر أو عبد القبر فقد اتخذه وثنا ولو كان قبر نبي. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه مالك في موطئه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني يعني لا تغلو في مدحي. الإطراء هو
هو الغلو في المدح، يمدح صلى الله عليه وسلم بصفاته ولا يخرج عن البشرية، هو بشر. أما من رفعه فوق البشرية فإنه يكون قد أطراه، يعني زاد وغلا في مدحه، وهذا فعل النصارى، هم الذين غلوا في المسيح حتى قالوا إنه ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون. فالغلو في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم منهي عنه، لأنه وسيلة إلى الشرك. والواجب الاعتدال في وصفه صلى الله عليه وسلم، من غير إفراط ومن غير تفريط. نعم. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل ما شاء الله ثم شاء محمد. حمايته صلى الله عليه وسلم للتوحيد أنه نهى عن هذه اللفظة، ما شاء الله وشاء محمد. لا شك أن محمد وغيره من البشر لهم مشيئة، ولكن لا يجمع بينها وبين مشيئة الله بالواو العاطفة، لأن الواو تقتضي التشريك والمساواة، فيؤتى بثم التي هي للترتيب، فيقال ما شاء الله ثم شاء محمد، حينئذ تكون مشيئة الرسول تابعة لمشيئة الله وليست مساوية لها. فهذا هو فرق ما بين العطف بالواو والعطف بثم، أن الواو تقتضي التشريك والمساواة والجمع، وأما ثم فتقتضي الترتيب. نعم. وقال له بعض الأعراب: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ما شاء الله وشئت، أي جعل مشيئة الرسول مشاركة ومساوية لمشيئة الله، فقال صلى الله عليه وسلم مستنكرا: أجعلتني لله ندا، يعني شريكا ومعادلا لله عز وجل، بل قل ما شاء الله وحده. هذا من حماية التوحيد، وهذا من الشرك في الألفاظ، ولو كان الإنسان ما يعتقد بقلبه وإنما قال هذا بلسانه فقط فهذا شرك في الألفاظ ينهى عنه. نعم. وقد قال الله تعالى له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قال الله له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير قوم يؤمنون. أمره الله أن يقول للناس لا، أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملكه لغيره إلا ما شاء الله، ما شاء الله له من النفع أو شاءه عليه من الضر فإنه سيقع. دل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا لا لنفسه ولا لغيره إلا ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله وأطلعه الله عليه، ففيه رد على الذين يقولون إن الرسول يعلم الغيب. وما مسني السوء، هذا دليل على أن الرسول يمسه السوء والمرض والهم والحزن كغيره من البشر، ولو كان إلهاً أو رباً أو يملك شيئاً لما مسه السوء. نعم. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً، هذا في سورة يونس، الأولى في سورة الأعراف والثانية في سورة يونس. قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، مثل سورة الأعراف، مثل آية الأعراف. نعم. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فدل على أن الهداية هداية التوفيق وإدخال الإيمان في القلوب، هذا لا يملكه إلا الله. أما هداية الدعوة والإرشاد، الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي بمعنى يدعو ويرشد، كذلك الدعاة يهدون الناس، جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. فالهداية هدايتان، هداية الدلالة والإرشاد، وهذه يملكها الإنسان،
وهداية التوفيق هذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: ليس لك من الأمر شيء. أو يتوب عليهم أو يعذبهم، لما قال اللهم لعن فلانا وفلانا من صناديد الكفار الذين آذوا المسلمين، قال الله: ليس لك من الأمر شيء. أو يتوب عليهم أو يعذبهم. وقد تاب الله على بعضهم فأسلموا، حسن إسلامهم. نعم. وهذا تحقيق التوحيد، مع أنه صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله وأعلاهم منزلة عند الله، ومع هذا قال الله له: ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله بيد الله عز وجل. نعم. وقد روى الطبراني في معجمه الكبير أن منافقا كان يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر: قوموا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. وهذا من حماية الرسول صلى الله عليه وسلم للتوحيد، وإلا فالاستغاثة بالحي الحاضر جائزة، الرسول يقدر على أن يردع هذا المنافق، ولكنه أراد أن يربي أصحابه على الألفاظ اللائقة ويبعدهم عن الألفاظ الموهمة، فقال: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. نعم. وفي صحيح مسلم في آخره أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. هذا من نصيحته صلى الله عليه وسلم، وأنه في آخر حياته قبل أن يموت بقليل نصح أمته وأخبرهم أن من كان قبلهم من اليهود والنصارى يتخذون القبور مساجد، يعني يصلون عندها أو يبنون عليها مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أكد هذا: لا تتخذوا، ثم قال: أنهاكم، فأكد ذلك أن تتخذ القبور مساجد، يصلى عندها أو يبنى عليها مساجد. نعم. لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. نعم. وفي صحيح مسلم أيضا وغيره أنه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. لا تجلسوا على القبور، لما في ذلك من إهانة القبر، والميت في قبره يتأذى بالجلوس عليه والوطي عليه، فهذا إهانة للقبر. ولا تصلوا إليها، هذا تعظيم. شوف، نهي عن الإفراط والتفريط، نهي عن التفريط في قوله لا تجلسوا، يعني لا تهينوها، القبور تحترم، ونهي عن الإفراط في قوله لا تصلوا إليها، أي لا تستقبلوها في الصلاة، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. نعم. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وله طرق متعددة عن غيرهما أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. نقف عند هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في قول الشيخ رحمه الله: بل إنما كانوا يتوسلون بطاعته أو بشفاعته، كيف يتوسلون بطاعته؟ طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة الرسول عمل صالح، ويجوز التوسل بالأعمال الصالحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما معنى التوسل بجاه المخلوق، وهل يختلف عن التوسل بحق المخلوق عند الله عز وجل؟ لم يرد التوسل بحق المخلوق ولا بجاه المخلوق، هذا شيء لم يرد، لما في ذلك من الغلو. والتوسل بالحق، الحق على الله جل وعلا، وليس لأحد حق على الله إلا ما تفضل الله به، ليس للعباد حق واجب على الله، وإنما هو حق تفضل به سبحانه وتعالى. وأما الجاه فمعناه المكانة والمنزلة، فلا يتوسل بمكانة أحد عند الله أو منزلة أحد عند الله، وإن كان من المقربين من الملائكة والأنبياء والمرسلين. نعم. فلا يتخذ قربه من الله ومكانته عند الله، لا تتخذ وسيلة.
إلى الله جل وعلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين الإقسام بالذات والسؤال بالذات؟ لا فرق، لأن الباب القسم أو السببية، فإذا قلت أسألك بفلان احتمل معنيين، أنك تقسم على الله وتريد باء القسم، أو أنك تتخذ الباء سببا، أسألك بفلان أي بسبب فلان، وكل هذا لا يجوز، لا السببية ولا القسم في حق المخلوق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله للرجل قل ما شاء الله ثم شاء محمد، وبين قوله في الحديث الآخر بل ما شاء الله وحده؟ هذا أكمل، ما شاء الله وحده أكمل، وإذا قال ثم شاء فلان هذا جائز، الرسول أرشد إلى الأفضل والأكمل. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى، هل يؤخذ جواز لعن اليهود والنصارى على العموم؟ على أفعالهم، يلعنون على أفعالهم، اتخذوا لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا ذكر السبب، فيلعنون ويربط هذا بالسبب الذي فعلوه، أما يلعنون على الإطلاق لا، يلعنون بسبب فعلوه. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى إلا بحبل من الله، هل معنى ذلك أن الله ينصرهم؟ نعم، يبتلي بهم، نعم يسلطهم، الله يسلط الظلمة أحياناً ويسلط الكفار أحياناً ليعذب بهم وينتقم بهم ممن عصاه من المؤمنين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن المسيح عليه السلام لم يصلب ولم يقتل بل عاش بعد ذلك مدة، الله هو الذي قال هذا يا أخي، قال وما قتلوه وما صلبوه، الله هو الذي نفى هذا وقال وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، إنما قتلوا وصلبوا رجلا يشبه المسيح، ظنوه أنه هو المسيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في هذه القاعدة، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه؟ هذا قول لبعض العلماء، أن شرع من قبلنا له حالات ثلاث، حالة الأولى أن يكون شرعنا قد نسخه، فهذا لا يجوز لنا العمل به، مثل القبلة، القبلة إلى بيت المقدس، لا يجوز لنا الآن أن نستقبل بيت المقدس لأن هذا نسخ ونهى عنه الله جل وعلا. الحالة الثانية أن يكون شرعنا أقره، أقر شرع من قبلنا، فنحن نعمل بهذا لأن شرعنا أقر هذا وتوافق الشرعان. الحالة الثالثة أن لا يكون شرعنا قد منعه ولا أجازه، فهذا نتوقف فيه، هذا نتوقف فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الصواب في مسألة الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، هل ينهى عن ذلك على الإطلاق أم يقال بالتفصيل فما كان في جهة القبلة فلا تصح الصلاة وما لم يكن فهي صحيحة؟ ما الرسول ما قال لا تستقبلوا القبور، بل قال لا تصلوا عند القبور، نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وهذا يعم ما كان في القبلة وما كان في غير القبلة، نهى عن الصلاة عند القبور. وأما قوله لا تصلوا إلى القبور فهذا لا يقتضي التخصيص، لأنه فرد من أفراد العام، والفرد من أفراد العام لا يخصصه عند الوصوليين. نعم. فينهى عن الصلاة عند القبور، سواء كان القبر أمامك أو إلى جانبك أو في مؤخرة المسجد، لأن هذا المسجد ما بني بجوار القبر إلا لتعظيم القبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا شاب جئت من خارج المملكة وأسكن في قرية، يقول أنا شاب جئت من خارج المملكة وأسكن في قرية وأمام مسجدها مقبرة وليس هناك مسجد آخر إلا في قرية أخرى. إذا كانت المقبرة مفصولة عن المسجد بفضاء، أرض فضاء أو طريق، فلا مانع من ذلك،
إنما الممنوع إذا كانت المقبرة أو القبر ملتصقا بالمسجد. افهموا الفرق بين هذا وهذا. وإلا في كل البلاد أغلبها فيها مقابر قريبة من القبور لكنها مفصولة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في إحدى قرى فلسطين بالقرب من المكان الذي سخط الله به على قوم لوط، مكان فيه صخرة كبيرة عليها أقدام وأيدي ومكان للسجود وهي محفورة بالصخر، ويقولون إن هذه آثار وأقدام لوط عليه السلام، فهل يجوز زيارة هذا المكان؟ هذا من الكذب، ولو ثبت أنها أقدام لوط وآثاره لم يجوز لنا أن نزوره أو أن نتعبد عنده، مع أن هذا ما ثبت. ومن الذي يمنع أن أحد جاء وحفر هذه الأشياء ونقرها في الصخرة لأجل أن يضل الناس؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحاكم رحمه الله اشترط في مستدركها الصحة، فكيف يذكر أحاديث مكذوبة؟ الصحة على شرطه هو واصطلاحه، هو ذكر الصحة على حسب ما يراه هو رحمه الله، قد يوافق على هذا وقد يخالف في بعض الأحاديث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل نحن ملزمون بتفسير السلف رحمة الله عليهم، أم لنا الحق في أن نفسر القرآن من حيث اللغة؟ القرآن يفسر بأحد أربعة أشياء، إما بالقرآن وإما بالسنة وإما بقول الصحابي وإما بقول التابعي. فإذا لم يوجد تفسير في القرآن ولا في السنة ولا بقول الصحابي ولا بقول التابعي فيفسر باللغة التي نزل بها، يرجع إلى معنى اللفظة في اللغة التي نزل بها، ولا نزيد على هذا من عند أنفسنا ونجتهد ونفسر القرآن بغير هذه الوجوه المعروفة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التفسير باللغة يحتاج إلى إنسان فاهم من اللغة العربية فهما صحيحا متضلع فيها، أما إنسان ما يعرف اللغة العربية أو قرأ فيها قراءة يسيرة هذا ما يجوز له يفسر القرآن باللغة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما توجيهكم للذين يقولون عند دعائهم المسمى بالصلاة النارية كذا بعد قولهم اللهم صل على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج؟ على كل غلو وإطراء والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نصلي عليه، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. علمنا صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة الكاملة. وإذا قلت صلى الله عليه وسلم أيضا فهذا مشروع، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأقل شيء تقول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أما حلال العقد وفراج الكرب هذا من الغلو والعياذ بالله، هذه صفات الله عز وجل، هو الذي يحل الكرب وهو الذي يفرج الكرب، هو الله عز وجل. الله قال له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن تسمى دولة اليهود بدولة إسرائيل؟ لا، هذه هم اللي وضعوا، نقول دولة اليهود ما نقول إسرائيل، لأن إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام، وليست هذه الدولة دولة ليعقوب، وإنما هي دولة للشيطان، هي دولة ليعقوب عليه السلام. الله كرم يعقوب عن هذه الدولة الخبيثة الملعونة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من الجزائر يقول مع غلاء تكلفة الحج. نعم. يقول مع غلاء تكلفة الحج والتي تقدر بحوالي أجر عام لمدة سنة ونصف. هذا إيش تقول؟ هذا سائل من الجزائر يقول مع غلاء غلاء تكاليف الحج أي، والتي تقدر بحوالي أجر عامل لمدة سنة ونصف، يقول نعم، هل الأفضل إذا كان عندي المبلغ أن أسرع بأداء الفريضة أم أنتظر حتى أجمع مبلغا يكفيني لأحج أنا وأمي وزوجتي؟ لا، حج عن نفسك أولا
ثم إذا جمعت مبلغا آخر حجج من شئت من أقاربك، وتبدأ بالوالدين أو أحدهما شيئا فشيئا. نعم انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.